السلام، نتمنى ربي كلكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معاكم شويه ديال الموطارد، يعني بلا ما نبقاو نشريوها من المحلات، وكتجي حسن من ديال المحلات، وعلى الاقل بدا عارفين شنو فيها. لا موطارد هذه كتجي ساهله، ويعني توجديها في نقولوا واحد 5 دقائق تكون عندك لا موطارد ديالك صحيه وعارفه راسك شنو دايره فيها، وما فيها لا مواد حافظه لا والو. على اين عندي هنايا واحد الكاس ديال الحبات ديال لا موطارد، هاد الصفرين هادو، يعني هاد لا موطارد الصفراء كتمشي عند العطار كتشري القياس اللي بغيتي ديال لا موطارد، 20 درهم 10 دراهم، ولكن من الاحسن شري شويه بزيد وخليها عندك الوقت اللي بغيتي لا موطارد تصايبيها. كطحنيها، اما انا عندي ما عنديش طحانه ديال القهوه، طحنتها فهاد الميكسو هذا، حيت ملي كتكون قليله ما كيبغيش المولينكس يطحنها، اضطريت نزيد واحد شويه على القياس، من بعد نقصت منه. هنايا كديري قد الماء، قد ملي كطحنيها كتعبري كاس، وكتعبري كاس ديال الماء، وكتعبري كاس قل شويه ديال الخل، يعني قد الخل قد الماء قد هاد الحبات ديال لا موطارد. ملي كطحنيهم ملي كطحني كتعبريها، كتعبري كاس ديال لا موطارد اللي طحنتي، يعني كتكون على شكل بودره، وكتعبري كاس ديال الماء، وكتعبري كاس ما عامرش ديال الخل، وكديري القياس ديال الملح باش غتملحي. هاد القياس اللي درت انا ديري فيه 2 معلقات صغار، ودوقي، ومعلقه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال العسل. هنايا من بعد ما طحنت كلشي في الاخر زدت شويه ديال العسل، غير باش يهرس داك الحده ديال الخل اللي زدنا، يعني العسل غير باش كيهرس داك الجهد ديال الخل اللي زدنا. وانتي كتذوقي، انا درت سكينجبير في لا موطارد ديالي، ممكن تزيدي فيها الثومه بودره، ممكن تزيدي فيها العشوب اللي بغيتي، المهم انتي ديك الساعات نسمي لا موطارد ديالك بداك الشيء اللي بغيتي انتيا. ولكن الا بقيتي غير في الخرقم، نسيت معلقه كبيره ديال سكينجبير ومعلقه ديال الخرقم اللي درت هنايا، الا بقيتي غير في سكينجبير ولا موطارد وداك الحبات ديال لا موطارد والخل والماء، كيجي بحال اللي كنشريو من المحلات. الا زدتي بزرتي عليه، يعني زدتي نكهتيه بنكهات اخرين، كتلقاي لوغو ديال لا موطارد اللي بغيتي نتيا. هنايا انا جاتني بحال ديال المحلات، يعني بحال اللي كنشريو. زدت هنايا قنت القرعي اللي غادي ندير فيهم لا موطارد، عندي غير واحد 2 قريعات صغار، ولا بد كيغليو واحد 5 دقائق هكا في الماء، وكتهزيهم وهما مازال كيغليو، ما تخليش الماء يبرد عليهم. صافي غادي نخليهم هنايا باش ندوز نديرو فيهم لا موطارد ان شاء الله. هي ولا بد من التعقيم ديال القراعي في اي حاجه باش كتبقى لك الحاجه صالحه لواحد المده. مهم هاد لا موطارد هادي ممكن تبقى معاك حتى ل4 سيمانات ولا 6 سيمانات، ولا راه ما كتفسد ما والو على ود فيها الخل. هنايا بغيت ندير شويه ديال لا موطارد الونسيان، زدت واحد لي غران ديال لا موطارد، هما الاولى القرعه الصغيره ديجا كنت مرطباهم بعدا في الماء باش نوضح، كنت مرطباهم في الماء سخون. هنايا غادي ندير في هاد القريعه هادي غادي ندير لا موطارد عاديه، راه عندي ديجا واجد واحد شويه، غادي نزيدو على ديك القرعه الصغيره حيت كنت موجداها من قبل، يعني كانت عندي واحد شويه من قبل، غادي نزيد على ود القياس اللي درت. يلا عمر لي ديك القرعه الصغيره، عندي واحد شويه اخر غادي نزيدو في هذيك القرعه اللي درنا فيهم ديك الكغان ديال لا موطارد باش تجي ديك لا موطارد الونسيان. هذيك لا موطارد اللي كنشريو فيها الحبات ديالها، يعني ممكن تصايبيها في الدار، ورجعت هاد الايامات غاليه، يعني كلشي رجع غالي هاد الايامات. رغم الاحسن نبقاو نوجدوا المسائل اللي كنستعملوا، انا كنستعمل لا موطارد بزاف في لي صوص ديال الشلاطه. صافي كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي على هاد الشكل، صدقوني كتجي بنينه وبزاف، وراه كتجي على هاد الشكل هذا. ونتمنى الوصفه تعجبكم،
وجربوها وتخليوا لي الراي ديالكم في التعليق، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. خليت لكم الراحه وشكرا. واحد